اللهم صل وسلم وبارك عليه. وإظهاره جسما وروحا بصورته ومولاه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزمرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونولي في السماوات والأرض بحملها لأنوار ذاتية وصدى كل صب لهبوب نسيم صدى وكسيت الأرض بعد طول جلبها من النبات هنا سندسيا وأينعت الثمار وأدلى الشجر للجان جلا بهمله كل دابة لقريش بقصاي الألسن العربية وخرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأسا هميا وبشرت الجن بإلهان زمنه وانتكهت الكهنة ورحمة الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفيه لا أسليه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية
وسمي ذا وضعته محمدا لأنه ستحمد بأرواح